للناعورة يلي اليوم نحن عم نطل حدها، تحية جديدة من حما. أكيد نحن عم نوافيكم ضمن تغطيتنا الإعلامية من هالمدينة الرائعة يلي موجودين فيها وهالمهرجان المميز، وأكيد ندعي الناس يتوجهوا للمهرجان. صحيح ليا، وعروض المهرجان مستمرة ل 10 أيار، يعني 15 يوم، هي من 25 نيسان ل 10 أيار. أكيد نعم. مثل ما قلنا مدينة حما هي مدينة قديمة، اسمها إماثة وتعود تسميتها إلى كلمة حمث في الكنعانية والآرامية وتعني الحصن. هالمدينة بتحتضن الطبيعة الخلابة وعمرها عمر الزمان. لنضيء أكثر عن هالمدينة تاريخيا أكثر، مثل ما قلتي رح نستضيف ليا الأستاذ عبد القادر فرزات مدير الآثار بحما. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا بكم، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك، وخلينا نقول كل عام وأنتم بخير بافتتاح مهرجان حما الخامس عشر. وأنتم بألف خير، أهلا وسهلا فيكم في محافظة حما، محافظة التاريخ والحضارة. أهلا وسهلا فيك سيدي الكريم. خلينا بالبداية نبلش ونحكي يمكن عن الفعالية يلي صارت بالأمس، يمكن شفناها عبر شاشة الإخبارية السورية وحكينا عن الشق الفني مع الأساتذة يلي كانوا قبل حضرتك، ولكن خلينا نحكي عن تاريخ هذا المهرجان. يمكن مهرجان حما ما توقف، استمر كل سنة عن سنة، عم تزيد فعالياته وعم يزيد الحضور، ويمكن في شيء جديد دائما. خلينا نحكي عن تميز مهرجان حما. طبعا مهرجان حما ربيع حما ليس مهرجان حديث، بل يعود لعصور قديمة، يعود لتاريخ، لفترة حقبة تاريخية من تاريخ حما عندما جاء الاحتلال الفرنسي عام 1925 وقام بالضغوط على أبناء هذه المدينة العريقة، فهبت الثورة في مدينة، في محافظة حما، عندما قام الحاكم الفرنسي بإعدام ثلاث شخصيات وطنية من مجاهدي حما، وهو المجاهد حمدو من مختار قرية الربيعة، وشيخ عشيرة السماطية، وشخص ثالث من آل أجلاغي. هب الحمويون إلى السكنات الفرنسية فأحرقوها. بعدها قامت المحافظات السورية جميعها لمؤازرة أهل حما، وقامت الثورة السورية الكبرى. بعدها بعد الهدوء نوعا ما جاء النضال السياسي، فقامت الكتلة الوطنية بإحياء مهرجان ربيع حما. يعني هذا أنه المهرجان كان ما قبل 35 أيضا 1935، فبإحياء المهرجان، هذا المهرجان له خصوصية لدى أهل حما، وكانت تشارك فيه فرق من كافة المحافظات السورية حتى من خارج القطر، من لبنان الشقيق وخاصة طرابلس. كان يتميز هذا المهرجان بالإقامة خيام لكل أحياء مدينة حما، تشاد حول قلعة حما الأثرية التاريخية، وكان يوجد بيارق خاصة بكل حي من أحياء حما، أعلام مخبلية مطردة بالصرمة نسبة تتميز في كل حي من أحياء حما، وكان يتقدم كبار الشخصيات في الحي، والشخصيات المهمة تقوم بزيارة الأحياء وتبادل الزيارات، تعزيز للوحدة الوطنية واللحمة الوطنية لدى الشعب السوري، وأيضا للتعريف بتاريخ حما وتراث حما، هذا من ناحية التاريخية لهذا المهرجان. أكيد أستاذ عبد القادر، لما حكيت أنت عن تراث حما لازم نذكر الناعورة، يعني حتى هي معروفة بمدينة أم النواعير. خلينا نحكي أول شيء عن تاريخ هي الناعورة اليوم. هلأ بحما كم ناعورة موجودة؟ كيف عم يتم استخدامها وصيانتها بشكل عام؟ طبعا من أهم الأوابد الأثرية في محافظة حما هي النواعير، وهي رمز من الرموز، وأطلق عليها أم النواعير، مدينة أم النواعير، في المنتدى الأدبي عام 1925 نتيجة عظمة القائد الحاكم أبي الفداء. فيما بعد عرفت بعد أبي الفداء بالنواعير، يعني هدول الاسمين دائما مرتبطين، أم النواعير ومدينة أبي الفداء. نعم نعم، أبي الفداء هو حاكم أيوبي بعد صلاح الدين الأيوبي، خلت ذكرى ليس كقائد عسكري أو سياسي، بل لما قدمه من علم ومنتوجات ثقافية
له الكثير من المؤلفات الثقافية العلمية التاريخية الجغرافية، لذلك خلد اسمه وهو بنى العديد من الصروح الحضارية وأهمها جامع أبي الفداء الموجود على ضفاف العرش مقابل هذه الناعورة التي تعمل في الخلف ومدفون هو في هذا الجامع. الناعورة من أقدم وأهم الأوابد الأثرية في محافظة حماة، يعود تاريخ إنشاء النواعير إلى الفترة الآرامية إلى 1000 عام قبل الميلاد. طبعا لم تكن بهذا الشكل الحضاري، تطورت عبر المراحل التاريخية وخاصة في الفترة الرومانية 64 قبل الميلاد، حيث ازدهرت أيضا حماة في زراعيا في هذه الفترة. فكان الغاية من وجود الناعورة هو ضخ المياه من نهر العاطي الذي سمي عاطي لأنه كان يمتنع عن إعطاء المياه لهذه المدينة كونه يجري ضمن منخفض وهي مبنية على ارتفاعات، فكان يمتنع عن ضخ المياه فتمي بالعاطي. أيضا بالإضافة لمخالفته لجريان باقي الأنهر المشابهة له، هو ينبع من الجنوب باتجاه الشمال، معظم الأنهار تنبع من الشمال إلى الجنوب، فكان لابد للإنسان الحموي القديم أن يجد آلة لجر المياه من نهر العاطي لتزويد البساتين الموجودة على ضفاف نهر العاطي الجميلة، هذه البساتين الجميلة الخلابة الساحرة لسقاية المدينة، لسقاية الجوامع والكنائس، لسقاية الحمامات التي تشتهر بها حماة أيضا. هذه الناعورة هي عبارة عن دولاب خشبي تعمل بشكل مستمر بقوة دفع المياه بوجود صناديق مقلوبة تقوم بغرف المياه ورفعها إلى أقنية تجري عبر قناطر مرفوعة محمولة تختلف بالارتفاعات من 3 أمتار وصولا إلى 12 متر 14 متر لكي تصل المياه إلى أعلى نقطة في هذه المدينة. نعم. فهذا هو الإبداع الحمي للإنسان الحمي الذي تغلب على الطبيعة. نعم. وحقيقة لولا وجود النواعير لما وجدت الحياة في حماة. صحيح. أكيد تحية لكل الحموية اللي هلا عم يحضرونا. بنهاية لقائنا خلينا نحكي هيك بالمختصر، يمكن دائما الآثار في سوريا وما تحوي مدينة حماة من آثار بحاجة إلى ترميم بشكل دائم، يمكن لاستقبال واستقطاب السياح من مختلف المحافظات السورية وأيضا من خارج سوريا. خلينا نحكي أستاذ يمكن عن أهمية إعادة ترميم الآثار في مدينة حماة بالمختصر. طبعا يعني يقع على عاتق السلطة الأثرية في الجمهورية العربية السورية هي ترميم الآثار والمحافظة عليها ومنع التعديات عليها. للأسف الشديد في هذه الظروف الراهنة التي تمر على بلدنا سوريا الحبيبة تعرضت مواقعنا الأثرية لكثير من التخريب والتعديات بناء على الحفر التعسفي اللا أخلاقي لهذه المواقع حيث تعرضت للنهب الكثير، أيضا بالإضافة إلى تدمير عدد من المباني الأثرية الهامة مثال قلعة شيزر حاليا التي تقع على بعد 15 كيلومتر عن محافظة حماة من جهة الشمالية الغربية، تقوم حاليا دائرة الآثار حماة بإشراف المديرية العامة بترميم هذه القلعة، هذه القلعة التاريخية الأثرية الحضارية المشهورة بقلعة آل المنقذ التي تدمرت نتيجة الزلزال المدمر الذي جاء إلى على هذه المحافظة عام 1157 التي كان يطلق عليها لاريستا في الفترات السابقة. يعني نحن نقوم بترميم هذه الآثار لتبقى شاهد على حضارتنا على تاريخنا على هويتنا على انتمائنا، فهي جسر تواصل بين الماضي والحاضر. صحيح. وهي إلى طريقنا لنضمن الطريق إلى المستقبل لأبنائنا والأجيال القادمة. صحيح. هذا ما خلفه لنا الأجداد، فمن الواجب علينا المحافظة عليه ونقوم بالترميم وفق الشروط النظامية للمديرية العامة لأصول الترميم العالمية لكي نحافظ على هذا الأثر كما كان كما هو. يعني آثارنا يمكن هي كنزنا وحضارتنا العريقة. بدنا نتشكرك كثير الأستاذ عبد القادر فرزان مدير الآثار بحماة على كل المعلومات وعلى الإضاءة يلي قدمت لنا إياها. أهلا وسهلا. شكرا كثير.